السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. من بعد ما حطينا لكم بارتي الاولى ديال هذا الفيديو هذا فشينا الفرخ الجديد، في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريكم اول كونتاكت لهم جوج من بعد ما لاقيناهم، كيفاش غادي يتعاملوا مع بعضياتهم بعد اول كونتاكت، واش غادي يعجبهم الحال ولا ما غاديش يعجبهم الحال. اللي مازال ما شافش الفيديو الاول غادي نخليه لكم الفوق وفي الديسكريبسيون. يلا اخوتي تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش لايك كومونتير وما تنساوش ابوناو. بيس لكم بحر موتي صباح نور ولاباس بحر كلشي مزيان. لعبة شنو هذا؟ У нас семьи теперь четверо. تقول لنا ولينا اربعه في العائله اخوتي. صباح الخير اخوتي، كي دايرين؟ بخير ماشي مزيان. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما شفتي من اللي فات حطينا لكم بالعشرين زريقه البدن ديالو. المهم خليناهم واحد اليومين ولا 3 ايام مفارقين، من بعد لاقيناهم حيت بان لي بلي راه باغيين يتلاقاو، حيت راه كل نهار كيبقى يغوت زعما خرجوني قرب ليا. صافي حليناهم القفص، نشوف الا بقى عندي شي فيديو من دوك اللي صورت فاش يلا حلينا القفص غنحطو لكم الفوق. وصافي احنا لقيناهم، راهم دابا مع 20 بالباله. ديري البلباله في الدار اخوتي. ازرقه عنده شحال؟ 4 سنين. راه العيب ديالو تما، وداري سمين على داري. ولكن علاش داري؟ علاش داري؟ المهم كتب لنا في الكومنتات بزاف ديال السميات في انستغرام، تما كتبوا لنا بزاف ديال السميات. غنخلي لكم انستغرام ديالنا الفوق، دخلوا تابوناو تما كنحطوا ستوريات ديما. وناسي اختارت السميه ديال داري. علاش داري؟ علاش داري؟ في امستردام في سوبر ماركت شوفوا داري كسكسو اي فيديو снимали اي داري من بعد في ريكلامه ديال فوتبول طلعت لك داري باش فوتبول هذا ما داري بايتس وداش شتا وتيش وهذا دبروري كيما الشهر سميت عليها داري، حيت كنا في امستردام بلا كسكسو داري ديال المغرب، وكنا كنفرجوا في كره عاوتاني في المغرب، وطلع لها الاشهار ديال داري وعجبات هذا السمي ديال داري، قلت غنسميو على دار. هادشي اللي كاين. المهم اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش راه كيفاش ولاو مع بعضياتهم وولفوا بعضياتهم دغيا. ديما جالسين مع بعضياتهم بحال هكا، شوف بالباله ديما دايرين البلباله جالسين مع بعضياتهم جوج. واخا زريقه دابا راه مولفني ولكن هي مازال ما مولفه، خايف من الكاميرا. زريقه هنا هنا خايف من الكاميرا. لا ما كاينش ماشي بلوهر. زيد هنا زيد هنا ماشي بلوهر. زيد هكاك ها هو دابا زريقه مولف خايف من الكاميرا. خايف زريقوكوسكا دابا زريقه خايف من الكاميرا. دابا هي هانتم هانتي عندها الاخرى مازال ما مولفاش هاد اللعيبات ديالها، خاصها تتعلم لهم. هانتم تكدا طير داري اش هنا سياره ولا اش كدير اخوتي التربه داري هاج مازال كتخاف. يلا مدوزه معنا جوج سيمانات ومازال كتخاف. هاي دخلت القفص ديالها. زيد ما بريتي اجي شوفوك الناس. هاي يا اخوتي داري شو مازال منويه، مازال خايفه، مازال مديرهاش الثيق. داريوشكا شو هي مازال كتخاف، مازال خاصها تتعلم شويه بشويه. عداتك يلا زريقه اجي انت هنا هنا. زيد قول السلام. شو دمتك؟ شنو هذا كيسمع في الشتا دابا تخلعو. هذا شتا ولايب لايب هذا تبرولي شنو هذا؟ المهم اخوتي كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش عايشين مع بعضياتهم، كيفاش ولفوا بعضياتهم، شنو كيديروا النهار كامل. عطينا غير الماكله والنعاس والدوش والماء وصافي. هادشي اللي كاين اخوتي. يلا تفرجوا معنا من الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش لايك كومونتير وبارطاجيو. بيس. هذا زريقه تيتيس اجينا زين.
مزرعك ها مزرعك ريكو كونتك زرعك هارني خلوبتك هارني خلوبتك زرعك مدام 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 داري مدام داري المهم اخوتي كما كتشوفوا دابا زريقه اللي دارها زريقه دابا زريقه اللي دارها كديرها داري اجل هنا زريقه ها هو يهرب دابا هنا جلس هبط دابا زريقه مولف علينا مولف كيلعب معانا مولف كلشي اما داري مازال باقا صغيره اجل هنا زيد داري باقا صغيره مازال ما يلاه كتتعلم شويه بشويه يلاه عندها شحال عندها 3 شهور ويلا معنا حنا شي جوج سيمانات دابا وخصها تولف بشويه بشويه باش يلا تعلم حتى هي كلشي والناس اللي عندهم الفراخ اخوتي قول لنا كيفاش انت دابا دابا درتي لها 7 كتعضك شتي لا 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 هطيحي شتي دابا يا اخي يلا خصها تعلم شويه بشويه والناس اللي عندهم الفراخ اخوتي قول لنا كيفاش نقدروا نعلموها هي حيت زريقة جا عندنا شوية كبير ما علمناه والو علمناه شوية ولكن ما يتعلمش كيفاش غيتعلم الواحد باقي صغير اللي تقدر تدريسي داريوشكا ايدي دا مامي ايدي داريوشكا هاي هربات كما قلت لكم دابا زريقة تقدر ديري معاه بحال حاجة ما كي ما فهمتي عايش معانا عارف شنو كاين دابا هي مازال 3 سيمانات مازال الله خصها تتعلم خصها تعرف شحال من حاجة الناس اللي عندهم فراغ اخوتي كتبوا لنا في كومونتير كيفاش نقدروا نعلموها كيفاش نقدروا ندريسيوها مزيان واش خصنا نعطيوها شي حاجه باش هي تسمع لينا ولا شنو دابا هي اش كتعرف تطلع تعرف تطلع على اليدين وصافي هادشي اللي كتعلم دابا ولكن درتي لها صبعك بحال هكا كتعطك ولا كتهرب ولا كدير شي حاجه زريقه كيدير معاك كلشي فين غادي فين غادي هادشي اللي كاين اخوتي مهم بانوا لينا راه عاجبهم الحال مع بعضياتهم واخا هي مازال صغيره بنادم بزاف قلنا خصهم يديروا الاولاد خصهم يديروا الاولاد راه مازال هي صغيره مازال ما تقدرش دير الاولاد خصها تولي عندها شي 6 شهور ولا 8 شهور تقريبا عاد باش تقدر مع التوالد هادشي اللي كاين ياك زريق ولكن داري مال داري لوب فودو بيلشي تيم زريقه داري عز عليها الماء بزاف كتبغي دواش كتبغي تلعب بالماء بزاف زريقه عنده شي مشكل وقال كانوا كيخلعوه في صغره حيت كما عارفين القصه ديال زريقه اخوتي راه حتى جا عندنا دخل عندنا من البالكون كانت ناقصه كتجمع في شي حاجه في البالكون هو يهبط عندها ودخل عندها للدار اما داري راه شريناها باقا صغيره فهمتيني تقدر تعلم شحال من حاجه وهي عز عليها الماء عز عليها كلشي دابا زريقه دماشني ستا وي دابا زريقه شنو هي دماشني كيفاش ني خوتي وليتها نيو هي بدروشك دابا زريقه دابا شحال هادي قبل ما تكون عنده داري كان كيسمع الفراخ في الزنقه كيدوز من حدا الدار كيبدا يغوت كيبغي يبدا يخرج يدير شي حاجه دابا مع اختنا في الله صافي كيدوز الفراخ من هنا حدانا ما كيغوت ما والو تسد عليه في القفص شحال هادي الا سديتي عليه في القفص كيبقى يضرب في راسو زعما خرجوني من القفص دابا كتحطو في القفص ما كيدير حتى شي حاجه كيبقى جالس هويا ها كيلعبو كيقصيو ما كاين ستريس ما كاين ستريس لا والو كيبقى جالس بحالك دابا بارا 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 يا خوتي يا زوج زوج هادشي اللي كاين لوبوف المهم دابا نحطوهم بعضياتهم شويه ونحطو الكاميرا ونشوفو كيفاش غادي كيفاش غادي يعيشو ها انتما خوتي شوف جالسين دابا ترونكين دابا فاش بغينا نصور الفيديو جالسين ترونكين ما ديروا البلبله والو والصباح بشويه مصطفى الا كايتي تايك ما تخلعهمش اجا زرق ها هو يهرب بدا السبو زيد فالصباح ويلي 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 الصباح الطياره البلبله ديما صافي شنو 8 في 8 بالبال ويت 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 شو الاخر جالسه تما زيد هنا فين الماء المهم هنا اخوتي ناصي غتعمر لهم الماء تخدم لهم اللعيبه اللي شرينا لهم ديال الماء دابا زريقه ما عندوش مع هذه ولكن هي عزيزه عليها شويه المهم نشوفوا واش تبغي تدوش دابا ولا ما غتبغيش كداري حنا حطيناك تشربي الماء درتي حاجه اخرى دابا زريقه كيخاف من هاد اللعيبه هادي كاع ما كيبغي يمشي لها هي عزيزه عليها يلا يلا هبط هنا نجي سريع عند زريقه بلا ما نقيسك يلا زريقه اش قلت لكم ما عندوش معلمه يلا سير لهنا هنا حدا داري شي هنا
هنا ازرق عاد كيشرب هنا ما يدوش هي كدوش هنا شي كان فضع فياش مبروك دلال وراه يتقدم زياش من يسال زياش واحد زياش واحد زياش كان صعب كان صعب عليه الامر زياش شوف 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 بوسه 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 زريقه دير لي بحال هكا يعضك كيشوف زريقه زريقه مالك ما هي داري الحاجه الوحيده اللي معجبش عليها دير يدك عليها ها يلا هبط ني خوت شنو نجيبو لهم دابا التفاح عز عليهم التفاح بزاف تصاحبو معاهم شويه ها هي التفاحه خاصنا موس قطعو لهم شويه المهم انا قطعت لهم طرف ديال التفاح هنايا نشوف واش غادي ياكلوا ولا لا هاك زريقه زريقه كيموت على التفاح شو العضه كيعض شو شو اختنا العضه غتعض صغيره هاك زريق وانا انتي انا هي هاك بس كده المهم تفاح زريقه عطيها التفاح يموت عليك اش كيجي ياك يبلنا اه كياكل غير العصير ديالو كي القشره ديالو كيلوح هاك بلشت تمام مبيت سازار بس سوريت طيرات عليه هون انت كاجي все по два нам давать المهم اخوتي انا دوشت ليهم ما صورتش لكم قبيله ودابا حطيتهم عند الناس حتى هما ناعسين صريق اجل واش اللي كاين اخوتي المهم وريناكم شويه ديال كيفاش عايشين معنا هاد الفريخات هادو داري ولات كتولف شويه بشويه المهم دوز معنا واحد الشهرين 3 شهور نوريكم كيفاش غتولي معنا وكيفاش غتولي تتعامل معنا دابا راه مازال كتخاف يلاه بدات كتعلم شي حاجات قليله بشويه بشويه هادشي اللي كاين اخوتي تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بيست بلاتي 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 داري اي زراقه كاين تيك توك اه داري زراقه انا درت لهم تيك توك انا نخلي لكم الفوق تا هما راه كتحط لهم فيديوهات ديالهم تما راه يسطاوكم بالضحك يلاه اخوتي تهلاو ليا فراسكم بيس ليكم لايك كومنتار بارتاجو بيس